نواب. اول حاجه طريقي ما كانش هذه المدينه، طريقي كنت ماشيه طنجة، عندي عروسه اليوم كتسنى دابا. كل ما في الموضوع البارح حتى الجوج ونص ديال الليل وصلني واحد الفيديو فيه الام ديالي احمد كتبكي. انا ما عارفه لا قصه لا والو. ديك المره فاش مشيت عند اسماء مشيت خدمت ورجعت لداري حيت ما عنديش بها زعما كونتاكت او علاقه. فمن وراها كنتكلم مع سناء شيك شو قلت لها اش هذا الشيء؟ قالت لي لا راه كاين واحد الخصام وكذا شرحت لي ولكن غرد بسرعه. من وراها باش ما نطولش عليكم، من وراها مع ثلاثه تقريبا وشي حاجه اتصلت بيا اسماء كتبكي والزوج ديالها متاثر وكيبكي. وانا نقول في راسي الام كتبكي ولدها كيبكي علاش ما يتلاقاوش؟ كيبكوا على بعضياتهم، اذا كيبكوا على بعضياتهم كاملين. وهي امه ما غايحيدها، ما غايحيدها حتى شي واحد. فاش درت انا درت واحد البادره قلت انا غادي غادي لطنجة علاش ما نطرقش قنيطره وندوز وندير واحد براسي الان منكم وفرحانه انني معاكم فالله يديم عليكم الحبه. وجات اسماء بس راسها وطلبت تسمعها وقلت لها دابا عيط مني اختي صراحه التليفون ديالي كان اي حاجه من عندها غتصل بينا ولدك عزيز عنده وهو عزيز عندك فما غاديش يقول لك حتى شي واحد. هاد السيده كتبغي فيها هي بحالكم ان شاء الله غادي توليو علاقه ديال المحبه ويدير عليكم الفرح ولاد ولادك ان شاء الله تشوف فيهم. صافي هاد الشيء اول سالينا من هاد الافلام كاملين ياك وشي سمار سلام دابا عليك. فمشيت دخلت تلاقيتهم فشدتني واحد الاحساس لانه انا اول حاجه الام ديالي كتعرف كاملين ميته فطاح في راسي الام ديالي طاح في راسي ولدي الى وقع هذا المشكل معاه بزاف ديال الحوايج جاو قدام عينيا. فهاد الناس كيبغوا بعضياتهم علاش يخليو الناس ياكلوا لحمهم ويخليو الناس يضحكوا فيهم ويطلعوا لي باج بسبابهم ويطلعوا لي يوتيوب بسبابهم. فأنا تكلمت معها لقيت قلب طيب، لقيت امراه طيبه جدا، لقيت هذا السيد في منتهى الطيبه، يعني يحصل كل واحد شرف ان يكون الاب ديالو. فطريقه باش تقبلوني وباش تعاملوا معايا وباش تجاوبوا بعد المشكل.